الكشك، الكشك بتاعنا برضو لازم يكون موجود في راس السنة. ايه الكشك بتاعنا؟ عايزين ديك مسلوق اللي هو نفس الديك، 2 كوب من مرقة الديك، نص كوباية زبادي، نص كيلو اسفة، 4 معالق كبيرة دقيق، 2 معلقة كبيرة سمنة، بصلة وملح وفلفل. طيب الكشك اول حاجة عايزين نجيب الحلة اللي هنشتغل فيها ونحط فيها الآتي. ادي الزبادي هنحطه هنا. اكتشفت ان في ناس بيعملوا الكشك من غير زبادي، دقته طعمه حلو قوي بس مش اللي احنا متعودين عليه في بيتنا يعني. طبعا كل بيت ليه الاكلات بتاعته الجميلة، انا ابدا ما بعترضش على اكل اي حد خالص، بس استغربت انه في ناس بيعملوه من غير زبادي ودقته وحبيته. هحط هنا الدقيق وهنقلب. عندنا هنا البصل يا جماعة مقلي جاهز. طبعا البصل بنقليه على نار وسط لغاية ما ياخد اللون الحلو ده، لو النار عالية وقليناه لغاية ما وصل للون ده لما نطفي النار هيطرى، انما لما بنعمله على نار وسط بيفضل مقرمش. هنحط بقى مرقة الديك شوية شوية. ويلا بينا على النار. السمنه ليه بقى؟ عشان البصل بحب في الاخر خالص كده احط شويه سمنه على الوش، وبحب احط سمنه جوه. الزبادي بقى هنفضل نقلب كده لغايه ما الزبادي عندنا يبتدي يتخن. خلينا دلوقتي نقلبه كده الكشك على النار لغايه ما يبتدي يتخن مع شويه ملح، لان مهما كان في ملح في الشوربه مش زي طبعا ما نملح احنا. تعالوا بقى شوفوا لي قوام الكشك وجماله. بصوا شايفين قوامه حلو ازاي؟ الله، هو ده اللي احنا عايزينه. طيب هنعمل ايه؟ زي ما اتفقنا بحب احط له انا جوه انا بحب اعمل كده شويه سمنه وشويه بصل. ادي شويه البصل وادي حته سمنه اهي، معلقة بس كده، بس كتير بتفرق في الطعم لما بنحط جوه سمنة، وبيطلع كشك بجد لذيذ قوي قوي قوي. خلاص احنا كده تمام، ده جوه البصل غير اللي هنحطه على الوش طبعا، شايفين كمية صغيرة. خلاص هناخد بقى دلوقتي الكشك الجميل بتاعنا. الكشك اصلا لازم يتحط في الطبق ويهدى شوية، فاحنا هنحطه دلوقتي في الطبق اهو. بصوا بصوا القوام بتاعه قد ايه حلو، شوفوا ما شاء الله. ناخد بقى دلوقتي البصل اللي عندنا واحطه على الوش، هو مقلي بشويه سمنه وشويه زيت، فهنحطه كده على الوش. خلاص كده احنا تمام التمام.